السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ياكم سام سويدي برودكاست مباراة الوصل والعين. انت فاكرني زعلان؟ قبل ما بعرض عليكم الجدول تغريدات تويتر السبب الرئيسي لخسارة العين، خلونا نشوف مقطع من دكتور عملاق. انا اخاف من اشكالك، مع الوقت راح تخاف. واي واي واي، حرام عليك والله راح اطيح. فرعين كسر خاطري. وايد وايد خايف فيك. ساحر؟ اول مره اشوف ساحر. صح حبيبي، انا شعوذة الدكتور عملاق نجحت. لو بتلاحظون ترى نفس الجول اللي ضيعها اللاعب سانتوس من وراء المدرج مركز وافي، نجحت الشعوذة. أطالب اتحاد الكرة عدم السماح بدخول أي مشجع إلى أرضية الملعب. مبروك للوصل، هاي الكرة العين. ومثل ما قلت، بس المباريات كانت فيها تكافؤ بين الفريقين، المباراة بتكون صعبة على الفريقين، المباراة بتنلعب من جزئيات، ان شاء الله العين يتوفق. اتوقع بصراحه صعب، اتوقع اللي بيستغل اخطاء الفريق الثاني هو اللي بيتاهل. الكره من جزئيات، سانتوس لاعب ممتاز، ولكن مشكلته دفش اللاعب، يعني يرتكب اخطاء ما لها داعي. الكره هذه ما لها داعي انك تلتحم بهذه الطريقه. وقلت وقت الفاول ان الكره تخوف. خوف الكره. بعد المباراه قلت يمكن العين مشكلته في الكرات الثابته، مباراه الشارج جولين، فهي المباراة توقع بعد جول من كرة ثابتة. لكن الحمد لله على كل حال يستاهلون الوصل، مبروكين، وقدموا مباراة كبيرة. العين مسجل هدف، الفريق ما لعب في الشوط الثاني. بصراحة كايو مو مقتنع بمستواه، بس يعرف يحظن. بس بصراحة اللي فرق غياب رحيمي، كان مؤثر بصراحة غياب رحيمي. طلع من كاس رئيس الدولة، مبروك للوصل مرة ثانية، معوضين إن شاء الله في الدوري، فارق 6 نقاط. لازم الإدارة تقيم اللاعبين، في لاعبين ما اقتنعت في مستواهم، أقل من المتوسط. هالمقاطع من الفلوق، اللي حاب يتابع الفلوق بتلقون الفيديو موجود في أعلى الشاشة. هنا الحين نشوف جدول البطولة. العين طلع من دور ربع النهائي، واليوم تستكمل المباريات اتحاد شلبي بنياس، الشارجة، شباب الأهلي. بالتوفيق للفرق. الفائز بنقول مبروك، والخسران نقول له هارد لك، يعني ما الواحد ياخذها بروح رياضية. يعني الحين تغريدات تويتر، العين خسر 2-1، هارد لك للعين ومبروك للوصل. سبب خسارة العين غياب رحيمي، بصراحة رحيمي كان غياب مؤثر، خسرنا مباريتين متتاليات لأن رحيمي ما لعب. لاعب حركي ساهم في التسجيل. العين فرق في هالموسم من اللاعبين المحترفين، جوانكا، رحيمي، و لابا كوجو. اذا غاب واحد من هاللاعبين يتاثر الفريق. تراجع في المستوى بعد الهدف العين، ارهاق في الشوط الثاني، ما عندنا دكه، ولعبنا بنفس التشكيله في المباريات الاخيره. كايو بس يعرف يحظن وما قدم شيء. هارد لك مرة ثانية، ومعوضين في الدوري. ترى أنا مو متضايق، صوتي تغيير جو. أنت فاكرني زعلان؟ والله ترى ما فيني شيء. أنت فاكرني زعلان؟
فلوق نادي العين خروج من دور ربع النهائي وثاني خساره على التوالي بطولة كاس رئيس الدوله دور الثمانيه مباراه الوصل العين. ومثل ما قلت اللي حاب يتابع الفيديو او الفلوق بتلقون الرابط موجود في اعلى الشاشه. تغريدات متنوعه لنجم المنصوري العين بعد التوقف راح يواصل ويكمل ما قدمه من مستوى نتائج جيده في الدور الاول. واقعك يقول بحوزتك 14 لاعب متاح بالتالي اجعل هدفك الرئيس الدوري. تغريدات متنوعه بندر وكايو بيع سريع ومتعجل النقص في الخانات واضح وضوح الشمس يلا نتحرك لان مستوانا بدا يهبط. ابو عبد الله صانع لعب رقم 10 ضروري وهذا اللي يحتاج الفريق. تغريده من محمد نطوي صفحه ثاني خساره اعيد واكرر لاعب مثل كايو كانيدو يجب ان لا يرتدي شعار العين ابدا. نتمنى ان يحدث التغيير الان للتخلص من كايو في اسرع وقت اما الاعاره او بيع كامل. يجب تدعيم خانه الجناح بلاعب سريع ومهاري لكن لاعب التحضين لا يصلح للعين ابدا. هل غياب مرياح كان مؤثر؟ كان مؤثر بس ما ننسى جدول الدوري خدمنا بصراحة في أول 5 مباريات. خلي الفريق ينسجم دافع معنوي أنك تفوز في أول 5 مباريات أو تحقق نتائج إيجابية في أول 5 مباريات فانسجم الفريق. المدافع الكولومبي بصراحة ما أقدر أقيمه لعب مباريات صعبة دخل في الشوط الثاني ضد الشارجة. تغريدة الانتقالات الشتوية رحيمي غيابه كان مؤثر. دفاعنا جيد ارتكازنا جيد اعتماد على لابا لاعبين ما عطوك الحلول الهجومية كايو بس يعرف يحظن. أتمنى لابا جوانكا خلفان مبارك رحيمي بيكون رباعي يقدر يساهم في التسجيل. أتمنى التعاقد إلى اللاعب خلفان مبارك. سانتوس الشامسي وجمال معروف يكون احتياط بالذات سانتوس لاحظت في أول جولات بصراحة بدع لما يلعب كلاعب احتياطي دخله في الشوط الثاني تعب على المرتدات بصراحة اللاعب يفرق. لعبة البطاقات قبل يومين عرفت لعبة البطاقات واللي حاب يشوف الفيديو بتلقون الفيديو موجود فيه على الشاشة. شكرا لكل من تواصل معي من خلال التواصل الاجتماعي وإن شاء الله العين يرجع لمستواه. الموسم الثاني بيكون صعب ظهرنا من بطولة كأس رئيس الدولة مبروك للوصل مرة ثانية وهرد لك للعين على هالعناصر. ما عندنا دكة غيابات بالتوفيق للعين. الموسم الثاني بيكون صعب في تغييرات للفرق المنافسة تغييرات إدارية من مدربين من لاعبين فبنشوف موسم صعب إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات الجاية في أمان الله. الصياح أعتقد أن من وجهة نظري أن أمر مبالغ فيه من اللاعب على نادي أنت لعبت فيه 3 سنوات ولعبت الآن في النادي 3 سنوات المفروض أنك تكون زعلان عن نتائج أو على مستواك اللي أنت قاعد تقدمها في المباراة. أنا أعتقد أن هذه المفروض اللي الغالب كان منتهي. إيه لا بس أنت ممكن تروح داوم في مكان وتقعد يعني فيه أنا أشوف مبالغ فيها وتروح داوم في مكان ثاني أكثر من مرة 3 سنوات وإحساسك تجاه المكانين يكون أنا أشوف العين يا يطورونه يا يبيعونه